تعالوا بقى نشوف الاسكيماتيك واللي اوت عاملين ازاي. نتعلم نخطو نتقدم، نتعلم نخطو نتقدم. اللي احنا شفناه قبل كده ده كان التصميم، ولكن كفكره اللي احنا شايفينه دلوقتي ده الاسكيماتيك دايجرام على برنامج Altium. احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا عايزين ننفذ الفكره اللي احنا شرحناها. دي الاسكيماتيك دايجرام باختصار، هو زي بالظبط اللي احنا كنا عاملينه، ولكن بعد ما انا دخلت الرسم على برنامج Altium. طبعا برنامج Altium برنامج مشهور لرسم السيركتس. طبعا هنا دي روزيتا علشان نوصل الاي سي سبلاي، هنا الفيوز، هنا الفلتر بتاع الاي سي مكثف وكويل، هنا البريدج استخدمت اي سي بريدج، هنا مكثفات اللي على الدي سي ريكتفاير، بعد كده هنا دايره الريسيت سيركت، هنا الفرايت بيد اللي اتفقنا عليه، هنا المكثف اللي وصل ما بين الهاي فولتج دي سي والجراوند رقم 2 مش الجراوند رقم 1. احنا خلي بالكم في السيركت دي عندنا 2 جراوند، جراوند رقم 2 ده بتاع الاوتبوت، الجراوند الاولاني اللي هو يعني انا مش حاطط له رقم هنا، ده الجراوند بتاع الانبوت، تمام؟ والاثنين معزولين عن بعض. المكثف ده وصل ما بين الهاي فولتج دي سي والجراوند رقم 2 عشان الليكج اندكتنس بيقلل الافكت بتاعها، تمام؟ دي هنا الريسيت سيركت، دي هنا دايره السكندري، هنا الفرايت بيت وده الدايود بتاع السكندري، ده سنابر سيركت فوق الدايود بتاع السكندري، هنا المكثفين بتوع الاوتبوت، حطيت مكثفين توازي بدل ما احط مكثف واحد، وهنا الفلتر بتاع الاوتبوت. طبعا دي دايره الفيدباك دي سي سبلاي سيركت، زي ما احنا شايفين الكويل بتاع المحول طالع عليه الدايود، وبعديها المقاومه والمكثفات. الدايره دي زي ما هي بتتغذى من المحول، هي بتتغذى برضو من السكندري بتاع الاوتبوت بتاعي، بحيث ايهما يشتغل الاول يطلع الفيدباك دي سي سبلاي زي ما اتفقنا قبل كده. عندي هنا دايره الفيدباك، تمام؟ ادي الفولتج ديفايدر بتاع الفيدباك، وحطيت هنا مقاومة متغيرة علشان اقدر اظبط الفيدباك بالظبط، عشان ساعات المقاومات الثابتة دي ما بتبقاش مظبوطة بالظبط. الار دي اللي هي المقاومة اللي مع الاوبتو كابلر، الار بايز اللي هي المقاومة عشان التي ال 431 يفضل ماشي فيه الكارنت بحيث يبقى شغال، هنا الترانزستور بتاع الاوبتو كابلر، وهنا الاي سي بتاع اليو سي 3845، ودي الكنترول سيركت بتاعته زي ما شرحنا بالظبط، ولكن الرسمه هي هي ولكن متعدله على برنامج Altium. هنا الموسفت بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، طبعا هنا الاي سي درين، هو اي سي درين يعني الطرف ده هو الطرف ده، تمام؟ ولكن ده اوبشن في البرنامج ان انا اقدر بدل ما اوصل السلك هنا على طول اقدر اسميها هنا باسم واستخدم هنا نفس الاسم، فعشان الرسمة بس تبقى سهلة متبقاش معقدة. الموسفت هنا واصل بيه الكرنت سنس ريزيستور اللي انا حاططها، اللي عبارة عن نص اوم 3 واط، هيمر فيها التيار وينزل على الجراوند، والفولت اللي هيتولد على طرف المقاومة دي هيوصل عن طريق المقاومة والمكثف دول اللي بيعملوا فلتر لأي نويز تم على السيجنال دي. طبعا لحظة السويتشنج بيبقى فيه فولتات عالية هنا شوية، فال المقاومة والمكثف دول بيعملوا فلتر ان هم يشيلوا الترددات العالية دي، فاحصل على current measurement متوسطة ما فيهاش النويز بتاعت السويتشنج اللي بتحصل. الكرنت سنس ده بيوصل بيه طرف الكرنت سنس ده اللي هو هنا يبقى نقطة رقم 3 في الاي سي، وهنا الفريكوانسي جنريتور، ادي المقاومة 30 كيلو، ادي المكثف 500 بيكو، هنا بنات الفي سي سي، هنا الفي ريفرنس حطينا عليها مكثف عشان يبقى يعني فلتر، هنا دايرة الفيدباك الفولتج فيدباك وصل عن طريق المقاومة 4.7 والمقاومة 100 كيلو ما بين الفولتج فيدباك وبنات الكمبراتور عشان يعملوا جين على الامب اللي جوه، يبقى الجين تقريبا 20، وده مكثف عشان يعمل انتجريشن يعني بيقلل النويز شوية. هنا المقاومات دي هي واصلة بالترانزستور بتاع الاوبتو كوبلر، تمام؟ فدي باختصار هي الاسكيماتيك دايجرام على برنامج Altium. لو جينا فتحنا هنا هنلاقي ده اللي اوت، يعني الكومبوننت بعد ما نزلناها بحجمها الطبيعي ووصلنا المسارات ما بينها زي ما عملناها في الاسكيماتيك دايجرام. طبعا مش هينفع اقعد اشرح اللي اوت بالتفصيل، ولكن اهم الحاجات اللي انا عايز اوضحها
في اللي اوت هي ان الاوبتو كوبلر المحطوط عشان دايره الفيدباك بعيد عن الحاجتين اللي بيسخنوا. ايه هما الحاجتين اللي بيسخنوا؟ الدايود بتاع دايره السكندري والموسفت اللي هو اللي واصل بالمحاول، فهو في النص تقريبا. فاي سخونيه من هنا او من هنا تبقى تاثيرها قليل جدا على الاوبتو كوبلر، وده حاجه مهمه جدا لان الاوبتو كوبلر لو سخن دايره الفيدباك بتبدأ تخرف. فدي اول حاجة. الحاجة التانية ان عايز اوضح هنا ان المسارات بتاع دايرة الباور معزولة شوية، يعني على قد ما اقدر طبعا، عن مسارات الكنترول. هتلاقوا ان مسارات الباور تقريبا ماشية جنب بعض، والتراك بتاعها تخين عشان يتحمل التيار اللي هيمر فيه، ولكن مسارات اللي فيها ميجرمنت واللي فيها كنترول هتلاقي التراك بتاعها رفيع مش تخين، والمسارات بتاعته بعيدة شوية عن المسارات بتاعت الباور. دي نقطة مهمة جدا لازم اي واحد بيرسم لاي اوت ياخد باله منها، يعرف التراك اللي هو بيرسمه ده هيمر فيه تيار قد ايه. لو هيمر فيه تيار عالي يعمله تخين، لو هيمر فيه تيار قليل يعمله رفيع. تاني حاجة لازم اخد بالي منها هي وضعية الكومبوننت. ده مثلا هنا الدايود بتاع السكندري محطوط عليه هيت سينك، ما ينفعش اخلي الهيت سينك في قلب الدايره لان كده هيبقى صعب تركيب، هيخلي حياتي كلها صعبه، يعني هيخلي الدايره كلها صعبه. احسن حاجه الهيت سينك ان انا اخليها على الحرف، حرف الدايره. فانا عملت الهيت سينك الاولاني هنا والهيت سينك التاني هنا. نفس الكلام بالنسبه للمحول، المحول لو اتحط في نص الدايره هيخلي الدايره يعني مكلكعه صعب يعني. فانا بالنسبه لي طبعا اللي انا بقوله ده مش في كل الاحوال، انا بتكلم على الحاله بتاعتي بس اللي انا بعملها دلوقتي. احيانا عادي احيانا ممكن نحط المحاول في نص الدايره مفيش مشكله، ولكن انا حجم المحاول بتاعي كبير والدايره بتاعتي حجمها مش كبير. بالنسبه لي كان الاسهل اني اخلي المحاول على حرف الدايره برضو، بحيث ان اقدر ارص بقيه الكومبوننت جوه الدايره من غير ما يبقى فيه تعقيد. الحاجه المهمه برضو اللي انا عايز اوضحها ان هلاقي ان كل كومبوننت بتاعت سيركت معينه موجوده في منطقه لوحديها. يعني هنا مثلا ده الروزيتا بتاعت الاي سي سبلاي، جنبيها الفيوز، جنبيها الكومون مود فلتر، جنبيها المكثف بتاع الفلتر، بعديهم البريدج بتاع الدي سي ريكتفاير، بعديها المكثف بتاع الدي سي ريكتفاير. فاصبحت الدوائر اللي علاقه ببعض الكومبوننت بتاعتها موجوده في نفس المنطقه. دي برضو حاجه مهمه جدا عشان ما ينفعش مثلا يبقى انا عندي الاي سي سبلاي سيركت تمام، عندي الروزيتا هنا والفيوز محطوط هنا والكويل محطوط هنا، فيبقى هتلاقي المسارات طالعة وراجعة والدنيا بقت معقدة جدا جدا جدا. فتسهيلا ليا في التركيب والتنفيذ وحتى ان انا اكتشف الاعطال بعد كده، مهم جدا ان انا اخلي كومبوننت اللي علاقة اللي مرتبطة ببعض في دايرة معينة يبقوا جنب بعض. يعني مثلا هنا المحول اهو، بعديه الدايود، الدايود هنلاقي بعديه المكثف اللي بعد الدايود والمكثف التاني اللي معاه توازي جنبه، الكويل جنبهم، والمكثف بتاع الفلتر اللي مع الكويل جنبه، وهكذا. اصبح الكومبوننت اللي جنب بعض كلها في نفس المنطقه، فده بيسهل لي الدنيا كويس قوي. اخر حاجه حابب اقولها ان المكونات اللي انا استخدمتها بالذات المقاومات والمكثفات والاي سيات والحاجات دي كلها اغلبها ثرو هول، يعني بتخرم وتتثبت باللحام من تحت. طبعا اللي انا عملته ده مش هو احسن حاجه، ولكن انا عشان عارف ان يعني ده فيديو للتدريب فقلت اعمل كده عشان يبقى اسهل على المبتدئين ان هو يقدر يركب الكومبوننت بسهوله. ولكن لو هنتكلم عن شكل احترافي، لا، دوائر سويتش مون باور سبلاي الاحسن فيها انك تستخدم سيرفيس ماونتد كومبوننت، يعني تجيب مقاومات سيرفيس ماونت ومكثفات سيرفيس ماونت. ده بيعمل لي ايه؟ ده اولا ارخص في السعر، ثانيا اعلى في الكفاءه، ثالثا اقل في الحجم فبيقلل لي حجم الدايره، تاني حاجه بيقلل لي التكلفه. ولكن طبعا هو هيبقى فيه صعوبه في اللحام لو انت مش متعود على السيرفيس ماونت، ولكن انا مع ذلك في حاجات اضطريت اجيب فيها كومبوننت سيرفيس ماونت لان ما كانش في حل قدامي. زي ايه؟ زي هنا الفرايد بيد دوت اضطريت اجيبه سيرفيس ماونت، ما كانش في سهول. زي دايره السنابر اللي محطوطه على الدايود بتاع الملف الثانوي اضطريت اعملها سيرفيس ماونت كومبوننت عشان المساحه ضيقه جدا ومش هقدر اعمل فيها ثرو هول كومبوننت. تمام. الحاجه الثانيه برضو اللي عملتها سيرفيس ماونت هو الفرايد بيد اللي موجود عند الترانزستور، برضو اضطريت ان هو يبقى سيرفيس ماونت. استنى، رايح فين؟ شغل برينتر عشان هنبع الدايره.
آه رايح مشوار. طب خلاص الفيديو الجاي بإذن الله هنطبع الدايرة سوا. شاي ما فيهوش أي حاجة.